الحمد لله، يعني الأجواء داز السعدة داز في أجواء جد إيجابية وجد جدية، يعني الكل عازم باش يحقق نفس النتائج اللي قمنا بها السنة الفارضة ولا أحسن. إن الكل كيعلم بأن عندنا ثلاثة ديال الاستحقاقات دابا، كأس العرش، البطولة وشامبيونز ليغ. كنتمناو يعني نظهروا فيهم ثلاثة في أحسن حلة إن شاء الله، ونحققوها في نتائج اللي ترضي الجماهير الخريبقية والجماهير المغربية عامة. طبيعة الحال كما شرط لك، يعني كل عازم باش يحقق نفس النتائج ولا أحسن، لأن كما قلت حمل ثقيل ديال المركز الثاني. عندنا الإمكانيات البشرية ولا يعني التقنية باش نحققوا هذا المبتغى هذا. كنتمنى يعني التوفيق يكون بجانبنا ونرضيو جميع مكونات الفريق ان شاء الله. اللعب على ثلاثة الواجهات يعني امر صعيب، وكان هناك يعني بعض التعزيزات في الفريق، والطاقم التقني واعي بهذه المسألة. هذه هو في صدد البحث عن لاعبين اللي يقدروا يكونوا قد المهمة هذه، وان شاء الله يعني باقي هناك الوقت. كانت هناك بعض الاضافات ديال بحال عثمان بناي، بحال ثلاثي، كاين حارس مرمى الياس، كاين يعني امين القادم الديار البلجيكيه حتى هو كنظن انه التحق بالفريق. كنتمنى يكون هناك تعزيزات اخرى اللي تمكننا نشاركوا في ثلاثه الواجهات دون اي مشاكل ان شاء الله. الفريق اول شيء نحقق مع القاب ومينيموم واحد اللقب باش يعني نخلي واحد البصمه ديال بورقادي. وثاني حاجه الهدف الاول والاخر ديالي هو اللاعب المنتخب الاول، وكرسمي ان شاء الله مثل البلد ديالي احسن تمثيل ان شاء الله.